السلام عليكم طلاب الحلوين، شلونكم يا أبطالي؟ اليوم رح ناخذ حرف جديد، هو حرف الإس. إس هو من الحروف الكريمة، إذا عنده أكثر من شكل. الإس هو من الحروف الكريمة، عنده إس أولية. إس أولية، شوفوا شلون الدنيا نرسمها هيج، إذا رمزة ولا تصعد هيج نرسمها ونجرها لعصر. أنت رمزة صغيرونة، أنت رمزة صغيرونة. هاي القصة الأولية، هاي القصة الوسطية عندها إيدين اثنين وترحب بالكون، أيضا عندها رمزة صغيرونة مثل القصة الأولية. والقصة الآخرية، هاي القصة الآخرية، هاي القصة الآخرية منفصلة إذا سبقها حروف النحيسة اللي هي الا والد والار والاو والاذ والاز، وعدة تكون الأص متصلة. هاي القصة المتصلة إذا سبقها شنو؟ إذا سبقها حرف كريم، إذا سبقها حرف كريم. اللي عندها رمزة الأولية والوسطية عندها أربع أشكال من هو من الحروف الكريمة. كل حرف ناخذه انصات قوية حروف المد، والحرف ناخذه انصات قوية حروف المد. بس هي الآ ما صادقة ويا حروف المد اللي هي الآ والأو والإي. بس هي الآ بس آ صا. بس هي الأو بس أو صو. بس هي الإي بس إي صي. بس آ صا بس أو صو. راح نصادق أيضا هي بنات الحركات، وبناتها من الحركات الفتحة بنت الآ والضمة بنت الأو والكسرة بنت الإي. آ أو إي. أسوية الفتحة ص. أسوية الضمة سو. أسوية الكسرة سي. ص سو سي. زين راح نصادق ويا على التنوين. شنو شنو التنوين؟ احنا التنوين، احنا التنوين اخر كلمة موجودين تسمعون ان تلفظون ان تكتبون فاتحتين ضميتين كسرتين ان اون ان. اللي يحتاج بهم عكازة هو منو؟ تنوين الفتح. اللي يحتاج العكازة دائما مالت العكازة اللي هي الآ، عكازة الآ. راح نصادقهم ويا عائلة التنوين. أسوية تنوين الفتح صن، ويا تنوين الضم صن، ويا تنوين الكسر صن 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 صن. هذا هو حرف الأص، هو حرفنا الجديد، هو حرف الأص، حرفنا هو حرف الأص.